جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الفضاء السياحي التراس والفورميل فورميلا بشط مريم، سعداء برشا باش نتلاقاو معكم مع ثله من نجوم الرياضه الحقيقه، اجيال واجيال، جيل يعني مع جيل، واللاعبين هذوما اللي اخترناهم، ثم اللي خلط على صاحبه، ثم اللي لعبوا مع بعضهم، ثم خرج خلى مكانه الجيل الاخر، وصولا الى الجيل الحالي. اكيد نذكركم بالاسماء: منير بوقديله، محمد مكشر، اسكندر قردب، وعبد الرزاق الشربي، رضوان الفاحي، جمال كرنا، اجيال واجيال اخترنا باش يكونوا في سهره، سهره كما قلت من فضاء السياحي مقهى تيراس ومطعم فورميلا هنا في شط مريم، في اجواء رمضانيه 100%، حتى الاجواء تبعت اكتشفوها من خلال مجموعه الصفاء للسلميه بالقلعه الكبرى بقياده محمد العجمي جلاسي، الى جانب كامل الفريق التقني اللي حاضر باش يامن لكم السهره هذه. اليوم اخترنا انه الى جانب انا نحكيو في الرياضه باش نحاولوا نختبروا زاد معلومات يعني الرياضيين هكا في شويه يعني امثله وشويه طليعات هكا بلغتنا الدارجه، باش نحاولوا نشوفوا ينجموا يطلعوا ولا ما كانش. اكيد المجال باش يكون مفتوح للمستمعين اللي يسمعوا فينا، لانهم كادوات الحقيقه يعني هنا الاداره وخاصه المشرفين على الفضاء هذاك يعني مكنونه من كادوات، وبعد اكتشفوهم شيئا فشيئا. اللي بيطيب في طيب سلطين، اللي بيطيب في طيب وسلطين، اللي بيطيب صافي. صلاة النبي كامل مسك في الجيب، صلاة النبي كامل مسك في الجيب، وظهر ملكان خافي على نبينا. اللهم صلي على نبينا، اللهم صلي على نبينا، زيدوا الصلاة طه نبينا، اللهم صلي على نبينا، اللهم صلي على نبينا، اللهم صلي على نبينا، زيدوا الصلاة
مبروك علينا الكل، مبروك على عائلة فوق قديدة. ريما شو عامل كيف؟ بقى من العائلة وعائلة الملاية. يا سيد يا سيد جبتها وحدك بزاز انت. انت ايش فيك انت؟ يا ودي كل الدنيا تسمع كلمة لا هو ابو حمد هكا جاب الروح عيد مليح تلم عيد مقدمة. لا لا يدي كل حتى لروح يديك ربي بس هذا واحد هذا محامي نورمال ما يدافع ولا لحمه رخيص هذا هو اللي موقف قلقني مش نقول حاجه ديما توقفنا ان النجم نعطي احتمال هي بيتباع بالرغم مشك فيه نقول ضربوا تونس رابوتوس لا هاي بعد رابوتوس في وقته مش هذي اللي جاب محافظ كيف اللي كان مش معناتها نفس الشيء نفس الشيء هكا تو رابوتوس مشات لها رخيص تو هكا محمد لا بيان سور كيف حتى ما نخمم في حاجه ما نفهمش الحاجه نخمم فيها نخمم ماهيش رخيص كيف كيما الدم كيما الحم نتاع ترانس اون جينيرال خاطر مشينا الكل في السونس هذاك مع الوضع نتاع بلادنا تو الناس الكل ممكن خممنا في السونس هذاك واكثر حاجه خممنا فيها اللي هي الدرابو اما الدرابو درابو بلادنا ماهوش لحمه كيما بالطبيعه ماهوش رخيص يعني اللي شاد في نفسك جاب لا احنا اقتراح ولو انه معناتها بعيد برشا على السؤال اللي تعطيه خل نشوف عميد القاعده رزوقه القاعده شنو الكادو كديتهم بعض ما باش نعرف شكون نعطيوه لكن ناخذوا كادو ما نعطيوه اي اخي انا قلت عليهم كادو تو بعض اختار انا حسب اعتقادي حسب الفكره تاعنا تو في زوز بلاد الزيتون بلاد الساحل يظل الزيتون الزيتون باهي خلينا على الكابل اسمع فهمت شو قصدي ايه بزل احنا العصفور مصدرنا واحدة بالغلط واحدة بالصحيح هذيك هو الزيتون هذيك الساحة سأقول لي على هذيك حاضرين نقول الحاجة هذيك بالعزبة حاجة سأحسرين عارفوا علي محبوبة علي نحوه من نمه ودفنوه دفن التدبينة بعد ما مات اصبح يدور في المدينة طلعها ليه ليش نخي يا باهي خمم طول نرجع لك بعد شوية عندك الإجابة ريال 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 رجيب ملا إجابة ريال رجيب على كل شكون آخر من المستمعين ومن الحاضرين نحو ورجع أخوي نحو ورجع لا لا مش يتنحى المرة هذه إن فوبرتو ما عادش يرجع نزيدوا نعملوا دورها في اللي مش يتنحى الإجابة طالب تاعو خاصة هكا ولا دي هو حكي هذيك الجريزة نشوفوا الدولة هذه بيك قاعدين يتفرجوا علينا وشيخين كانوا شيخين على مثل الدور كنشوفوهم كل المثال الثاني زعما يتبعوه ولا صح شريف صح نحسد بالعايد صح عايد هل تعرفوا علي؟ هشام من بلاد مسوسة؟ هي قلعة كبرى قلعة كبيرة مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين قلعة كبيرة عندك شك على القلعة؟ قول الفن فن الفن دفنوه فن لك فن لك فن هو باهي عندك فن جدا كنت تفن وعاود يطلع يدور في المدينة يمكن مازال نستناو في الإجابة. نعاود لكم الدنيا في سورة مات تابعوها عندكم جائزة على اللي نحوه من أمي ودفنوه شنو هي الجائزة اللي تحبها؟ من تعرف عليك كنت تدرس تحت الجيش خمس واضح اللي كان جيوب صحيح الشرب نتاع الدوله هذه خمس علي نحروه من دفنوه دفينة دفينة بعد ما مات اصبح يدور في المدينه الاقتراحات اقتراحات زيتون لا زيتون هذاك كان الطبيعه الاولانيه عندكم تبرنشين على الطبيعه الاولانيه حاج لقيت الجيبه ازرع ازرع لا ماهيش كيجيبه صحيح ازرع اما قريب توصل مش المجن احنا نخليو الاقتراحات هاو المستمعين نتاعنا شوفوا الطاوله هذه شوفوا الطاوله هذه صح سريبتكم صح عاودوا عاودوا معاكم الناس كلها صحيتوا صحيتوا هاي تعرف عليك الليله بروف مين نسكن لهنا نسكن لهنا مرحبا بيك عندك الطلعه والله ظهر لي القمح قمح لا مش القمح اما قريب توصل لا قمح ليس قريب لا لا مش الشعير احنا عنده علاقه بالقهوه اي عنده علاقه عنده علاقه بالقهوه كيف؟ ما
جوهرة FM الدنيا وما فيها.